قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة مميزة بعنوان شفاعة القديسين على خطى مار شربل. وقد استضاف البرنامج الأب جوزيف سويد النائب الأسقفي للكنيسة المارونية في عمان، حيث قدم الضيف شرحا وافيا عن المعنى الحقيقي للشفاعة لدى الكنائس الرسولية، منطلقا من شفاعة العذراء مريم وصولا إلى القديسين، لا سيما شفيع الكنيسة المارونية في الأردن القديس شربل. فإلى هناك. أبونا، موضوعنا لهذا النهار كثير في طبعا بنسمع من هالشباب وخاصة من جماعة المؤمنة، وفي أيضا كمان إحنا ما بدنا ناخذ أو نحكي نتكلم عن عقائد بعض الكنائس الموجودة وخاصة الكنائس الغربية عن موضوع الشفاعة والصلاة لغير الله، يعني غير جائزة، ونطلب بركة وشفاعة القديسين، يعني لماذا نتوجه إلى القديسين وهم بشر ولا نتوجه إلى الله. وأعطي الآية اللي بيستشهدوا فيها يعني بعض الحركات، وأنه المجد يعطى فقط لله وحده ولا يعطى المجد لأي بشر، هذه في الكتاب المقدس. فكل هذه الأمور عن موضوع الشفاعة والمجد البشري أم مجد إلهي، نتحدث هيك نعطي فكرة عن هذا الموضوع ونفسره يعني كتابيا ولاهوتيا بطريقة هيك نقنع المؤمن اللي بيحاول إنه دائما يدور على الحقيقة وهالقناعة والاطمئنان إنه عم بيمارس إيمانه بطريقة صحيحة ومرضية عند الرب. بداية بدي أقول الموضوع منه شائك، الموضوع صار كتير معلوك لسوء الحظ، ولسوء الحظ أكتر دكتور أنه قدي صرنا عايشين بعدنا منرجع في كلمات ثقيلة بتجي على راسنا، بس أنه منرجع منعلك زيت الأفكار وزيت الاتهامات وزيت النقاط، هي زيتها ما في شيء عم بتغير، بالرغم من أنه الكنيسة الجامعة الرسولية إن كان الكاثوليكية أو الأرثوذكسية عطيت براهين وعطيت إذا بدي أقول عملت أطروحات إن كان بالجامعات أو دراسات أو حتى رسائل بابوية وغيرها وغيرها وغيرها، مش تنرضي الطرف الآخر الكنائس البروتستانتية تحديدا بأنه معهم حق أو ما معهم حق، أو أنه نحن كمان أنه على الأرض معكم ما نحن الكنيسة الأم، لا أنتوا جيتوا بعدين، لا نحن جينا بالأول. أنا بقول إذا بعدنا على هالمستوى دكتور، وبصدق بقلك إياها، ما رح سير حدا وما رح سير حتى كنيستي. نعم. إذا رح نضلنا نخاطب بعضنا ونعتبر حالنا نحن كنايس جماعة مؤمنين، ونخاطب ناسنا ونخاطب مجتمعاتنا ونخاطب الكنائس الأخرى بطريقة مين معه حق، نعم، وأنا معي حق وأنت ما معك حق، رح نكون بالحقيقة عم نجرح قلب ربنا أكتر وأكتر. وهيدا الشيء اللي صار لازم أنه نطلع من التفاهات ومن بدي سميهم من الأمور الهابطة، تنحكي على مستوى كيف نخلص ناسنا وشعبنا. نعم. اللي هني حقيقة القضية بالنسبة لهم ما بقى شفاعة ولا مش شفاعة ولا هيدا الموضوع ولا هيديك، مع غمزات وانه يابا سجلنا نقاط وما سجلنا نقاط. اعلاميا ما بقدر احكي لهوت بالمنطق اللاهوتي، وكل العالم اللي تبعتني عبر 33 سنة اعلام بيعرفوا انه لاهوتي خطير ومزعج ومثل ما بيقولوا بدق أسفين. نعم. مش هيدا المطلوب. نعم. إعلاميا اللي عم بيسمعني اليوم ممكن يكون شاب، ممكن يكون صبي، ممكن يكون إنسان مجروح، ممكن يكون علامة، ممكن يكون عنده الفقه، وممكن يكون من أي كنيسة من الكنائس اللي نحنا منحترمون. أنا بقول إيش الوقت دكتور نبلش نفوت على حوارات عن جد قادرة تبني الكنيسة اللي فيه، يعني تبني حياتي الروحية، تخليني روح إلهج بشر عظم ذكر الله بدون ما أشوف وين نقاط الضعف أو وين المفاهيم اللي شوي هيك عملت مثل ما بقولوا ضبابية، وبلش أعمل أتاك عليها وانسى كل مفاهيم الحب
كل المفاهيم السلامية اللي وردت بالكتاب المقدس. هيدي بداية. إخوتي اسمعوني منيح، للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية رح تغير، ولأنتو رح تغيروا. فشو المطلوب ينعمل؟ المطلوب اليوم نبلش نفكر على مستوى انه مثل ما بيقولوا بالباسكت وبالهيدا تايم اوت، خلينا عن جد نريح اعصاب الناس، نبلش نفكر على مستوى راقي اكثر. شو ممكن ينعمل لخلاص نفوس هالناس؟ كيف ممكن نقربهم اكثر من انجيل ونشرح لهم نكشف لهم القضيه؟ صار بدها قضيه عن جد مثل ما بقولوا نظرة يسوعية بلانتي بعيونات أو بنظرة يسوعية للأمور، بدون ما نروح على مثل ما بيقول ماربولوس إذا رح تكفوا تعملوا اللي عم تعملوه عم تنهشوا بعضكم رح تفنوا بعضكم. هيدا الشيء ما بيعطينا بالحقيقة بهالعالم اللي نحن موجودين فيه إنه نكون لا الملح ولا الخميرة ولا النكهة الطيبة. يعني بالحقيقة صرنا نحن عم نطفطف تلوث وعم نحط على الميدة للناس لأولادنا مرات اللي هن أصحابهم يمكن يكونوا من الكنائس الأخرى ووصلوا لمرحلة أنه يخي ما بقى بدنا نسمع دخيلكم أنتوا وخلافاتكم أنتوا. أنا بقول خلي هيدا الحديث دكتور على المستوى اللاهوتي الرفيع مع بياتنا الروحيين بطاركة أساقفة علماء إلى ما هنالك، وخلينا على الأرض نوقف تروهات نوقف مشاكل، لأن أولادنا تركونا فلوا كلنا. ما حدا يقول لي لا بالكنيسة عم نزيد، بتزيد هون بتخسر هونيك، بتسجل نقاط هون بتخسر بالنقاط هونيك. بالحقيقة لازم نعمل أوفركام على كتير إشياء ونفوت على الموضوع من عدة زوايا وعدة أبواب. دكتور لسوء الحظ لأول مرة بحكي بهالموضوع، لأنه بالحقيقة أنا ككاهن عرفت من أنه عالج موضوع وفي 10,000 موضوع لازم نحكي فيهم أولادنا، لازم نحكي فيهم شبابنا، لازم نحكي فيهم ناسنا، قاعدين عم نتخانق وعم نخزق بعضنا ونسجل نقاط لحتى بالنهاية نوصل لا ولا مطرح. لا أنتوا رح تتغيروا ولا نحنا رح نغير نظرتنا. بكل بساطة مواضيع مثل ما بيقولوا مسكرة، مداها قصير، نظرتها معلبة، وأنا طالما إنسان كنسي أؤمن بما تعطيني إياه الكنيسة وبالدراسات واللي انعملت، وبعرف أنه أنتوا تؤمنون بما جب. هلأ في قواعد مشتركة أكيد. أكيد. القواعد المشتركة دكتور هي شو؟ بكل بساطة مين بيختلف على أنه الوسيط الوحيد بيننا وبين بين السماوي هو يسوع؟ طب وإذا بقول لك أنه أنا وأنت لازم أنا وأنتو لازم نتوافق على أنه يسوع والآب واحد، فمين الوسيط عند يسوع والآب الواحد؟ يسوع. أي يسوع؟ ابن الإنسان ولا يسوع اللي هو الله المجد له؟ ليش هو يسوع غير الله؟ وليش إنه يسوع هو بيتشفع لي عند الآب؟ طب ما هو والآب واحد. أنا بحاجة ليكي دكتور. في كتير إشياء تنوصل لقضية الشفاعة، كتير إشياء، وصار لازم إذا بدك نحكي رب مين حكي عن كل هالإشياء اللي بتوصلني من هو يسوع، هوية يسوع. أكتر من هيك، ليش من هو القديس؟ ليش من هو إذا بدي سمي من هي العذراء؟ نعم. إذا كنا متفقين نحن وأنتو على أنه نحن وكل العالم، نعم، أنه العذراء أم عطيتني المخلص اللي أنت بتعتبره واللي أنا بعتبره الوسيط، نعم، وهي كانت بحاشيها الواسطة تأنه أنا شوف الله وجها لوجه ويصفي الله إنسان. صرت بدي أجي أقول له إيه بس حط لي أمك على جنب، أنت ما بقى تهين أمي دخيل عرضك مين ما كنت تكون، هيدي أمي هيدي أمك، أنا أمي خط أحمر. عم بقولها بالعربي أمي خط أحمر، يعني أنا اللي بده يجي اللي حط لي أمك على جنب بقول له خلص الحديث. هالقديس علمني عطاني أمثولة حية أتحفني بمعطياته، أوصلني عطاني شبكي لحتى أكون أنا والآب هيك بحالة غرام
نقل لي خبرته التعليمية، خبرته الإيمانية، بيجي بقول له ايه خلص ثانك يو، انت هلا خلص دورك، زيح يا صبي، زيح يا ما بعرف مين، انا هلا انا والاب، ثانك يو لانك اعطيتني، وهلا انا والاب. يا خيي على طول بيجي بقول له للبوس تنفترض، انا وصلني من مين؟ وصلني وصلني من اللي علمني. فكانوا يقولوا من علمني حرفا كنت له عبدا، انا ما بحب كلمة عبد، كنت له يا خيي خليني أقول شخص أمين، شخص وفي. أنا اليوم وقت اللي بيجي بتطلع بشوف أم مريم هالمدرسة، هالقديسين اللي كانوا مدرسة، مدرسة حياتية، بيجي بشوف علاقتهم مع الآب قديش كانت علاقة واضحة، وبشوف أنه تعلموا على إيدين الكبار وألهمون وهيك تركوا فيهم أثار زلزالية. هني ما تلاقوا بيسوع، هني ما تعرفوا على الآب، هني بقوة الروح تلاقوا بإنسان، أم، صديق، صديقة، خي، خلون ينتلوا من نعمة الله. فهيدولي تركوا بصمات قوية. بيجي بقول له أنا بيوم من الأيام أنت المشي والمحدة، أنا هون، أنا بهيدا الخط، thank you على كل حال، ما تحتقرني. بالنهاية أنت رضعت من صدر أمك الكنيسة، أنت أخذت تعليم أمك الكنيسة، البابوات، البطاركي، المطارني، الكهني، أماتنا، بياتنا. هيدا الإرث دكتور أنا بقول له مش مطلوب مني أنه أنا أقول أنه أنت صرت الله، لا، أنا عم بقول له أنت عرفتني على الله وأنا بعطيك الكريدت، لأنه لولاك أنا ما عرفت الله.